على الطريق بين الحاجب وبوفكران بعيد فجر الخامس من فبراير من العام 2000، بينما كان في طريقه إلى حقله ولم تكن الشمس قد ارتفعت بعد، اكتشف أحمد ولد ميمون رجلا ملقا على جانب الطريق. حدث ذلك بضع دقائق بعد أن تجاوزته شاحنة قال إنها من نوع الشاحنات التي يستعملها مربو الماشية. كان الرجل يتضور ألما، لما اقترب منه وحاول أن ينهضه من مكانه اكتشف برأسه جرحا غائرا قدر أنه أصيب به في وقت سابق إذ لم يكن ينزف. رأى أحمد الفلاح الستيني أن الأمر يقتضي الاتصال بالدرك الملكي والإبلاغ عن حالة الرجل الذي يبدو بحاجة عاجلة لإسعاف. نزع جلابته الصوفية وغطى بها الجريح، ثم مضى يسرع الخطى يريد العودة إلى الحاجب. كان لا يفتأ عن الالتفات على سيارة تأتي فيطلب من صاحبها المساعدة وحمله إلى الحاجب، ولكن في ذلك الصباح البارد لم تمر سوى تلك الشاحنة التي ظن أن الجريح سقط منها أو ألقي به منها. ثم سمع محرك سيارة آتية، لوح بيديه فتوقفت على بعد 20 مترا، جرى حتى بلغها، طلب من السائق أن يحمله إلى الحاجب التي كانت تبعد بنحو 6 كيلومترات. بدا له أن صاحب السيارة الذي امتزج سواد شعره ببياض شيب يعمل موظفا كان رجلا أنيقا، وما لبث أحمد أن أبلغه بما وقع عليه وقال إنه يريد إلى مصلحة الدرك. في مدخل الحاجب وجد حاجزا للدرك به رجلان، نزل أحمد شاكرا للرجل جميله ثم تقدم إلى الدركيين وأبلغهما بما اكتشفه وقال إن الرجل بحاجة إلى إسعاف عاجل. حمل الدركيان الفلاح على متن سيارتهما وانطلقا إلى حيث ترك الرجل. لما وصلوا وجدوه فاقدا الوعي، ولكنه حسب المعاينة الأولية ما يزال على قيد الحياة. كان كما تركه أحمد بعد أن دثره بجلابته الصوفية. اتصل رئيس الدورية بقيادة الدرك وأبلغ بما تم اكتشافه. انقضى ما يقرب من نصف ساعة لما وصلت سيارة إسعاف. استعاد أحمد جلابته وارتداها دون ما انتظار، وبينما انطلقت سيارة الإسعاف إلى الحاجب أركب الفلاح ونقل إلى مقر الدرك الملكي للاستماع إلى أقواله. كان الدركي الذي كلف بالاستماع إليه يدون كل المعلومات. قال أحمد إنه بينما كان في طريقه إلى حقله وقع على الرجل الجريح مجندلا على جانب الطريق. قال إنه لاحظ فورا وجود جرح غائر في رأسه، وخلص إلى أنه بضع دقائق قبل أن يكتشفه تجاوزته شاحنة لنقل الأغنام لا تختلف عن تلك التي يستعملها مربو الماشية في المنطقة. لم يكن بمقدوره أن يتحدث عن لونها ولا عن أرقام تسجيلها، إذ كانت تكسو أجزاء منها طبقة من الوحل. في المستشفى خلص الطبيب الذي فحص ذلك الشخص إلى أنه تعرض للضرب على رأسه بأداة حادة، ورجح أن يكون الجرح يعود إلى 2 أو أكثر. على أطراف الرجل آثار ضرب بعصا أو ما شبه ذلك، وفي معصميه أثر من قيود. لم يعثر معه على ما يثبت هويته، ولم يكن يستطيع النطق. نظراته في وجوه الذين يحيطون به تدعو إلى الشفقة، يبدو وكأنه يبحث عن ملامح تعني له شيئا أو وجها يشكو إليه ما يعانيه. كان على المحققين أن ينتظروا تحسن حالته الصحية علهم يظفرون منه بمعلومات تفك لغز وجوده ملقا على جانب الطريق في ذلك الصباح البارد. ما أفضى به محمد ولد ميمون لا يتيح الوصول إلى أي شيء، معطى وحيد فيما باح به يركز عليه الباحثون شاحنات نقل الأغنام، وكانت كثيرة في المنطقة.
مر أسبوعان لما قال الطبيب إن الجريح يستطيع الإجابة ولو رمزا على أسئلة المحققين، وكذلك انتقل دركيان إلى المستشفى حيث يوجد. بدا خائفا حين رآهما، ولم يكن في المرة السابقة قد أعار كبير اهتمام لحضور المحققين، وقد طمأنه أحدهما إذ ربت على كتفه. الجرح الذي برأسه بدأ يندمل. أشار الدركي إلى الجرح. من فعل هذا؟ لم يجب الرجل الذي يبدو أنه تجاوز 30، خفض بصره ولم ينطق بكلمة. عاود الدركي السؤال. من فعل هذا؟ لصوص؟ أشار برأسه موافقا. كان في ذلك ما يدفع إلى الارتياح. الرجل يسمع ويعي معنى السؤال، ربما لا يستطيع الكلام. كان الطبيب قد أشار إلى أن عدم قدرته على الكلام قد تستمر وقتا قد لا يطول، وأنه قد يستعيد قدرته على النطق حين تتهيأ الظروف لذلك. في تقريره أضاف الطبيب أن الشاب ربما تعرض لعنف شديد. ما اسمك؟ نظر إلى الدركي واكتفى بابتسامة. ما اسمك؟ أنا اسمي عبد الله، وأنت؟ بدا وكأنه يحاول قول شيء ولكنه لا يستطيع. نصح الطبيب المحققين بالعودة بعد 3 أيام، فقد يكون الرجل هدأ وتخلص مما يخيفه. فكر الباحث أن يجعل تلك الأيام فرصة للتقرب منه أكثر، وكذلك جاء ليزوره في المستشفى ولم يكن يرتدي بذلة الدركي. جاءه ببعض الحلويات والفواكه. بدا الرجل مسرورا. عانق الدركي بحرارة. في اليوم التالي حدثت المفاجأة. عصر ذلك اليوم جاء الدركي يحمل بعض الفواكه وحليبا. للمرة الأولى سمعه يقول شيئا، نطقه ثقيل وغير مفهوم تماما، ثم فهم الدركي أنه يقول له شكرا. الحمد لله، ها أنت تستعيد عافيتك. أنا اسمي عبد الله، وأنت؟ قالها وهو يشير إليه. حميد. حميد هز رأسه مؤكدا، كان يضحك ملء فيه كطفل ينطق كلماته الأولى. عانقه الدركي بحرارة وكأنه يهنئه. لا يدري لماذا بكى ذاك المساء. ودعه ووعده بالعودة في الغد. سريعا تتحسن حالة هذا الذي لا يعرف عنه إلا أن اسمه حميد، ويعول الباحثون الآن أن يمضي أبعد علهم يصلون إلى من ألقى به على جانب الطريق وهو في تلك الحالة من الإصابة. ركز الدركي الذي تولى البحث في هذا الملف على ما توصلت به مصالح الدرك والشرطة من إبلاغ عن غياب، علّه يجد في أحدها من الأوصاف ما ينطبق على هذا المسكين الذي سيكون عليه بعد أيام أن يغادر المستشفى. لم تكن مهمة سهلة، عليه أن يتحلى بكثير من الصبر. في الصباح وجد الباحث حميد في انتظاره. كان يبدو وكأنه يستعد للبوح. عانقه بحرارة، ولما جلس التحق به زميل له يساعده. بدا بعض الارتباك على حميد سرعان ما التقطه الباحث، ولذلك طلب من زميله أن يتركهما. أريدك أن تبذل جهدنا اليوم، أريد أن أصل إلى الذين اعتدوا عليك ليتم تقديمهم إلى العدالة. ابتسم حميد، نظر بكثير من التركيز في عيني الباحث ثم قال، أنا الآن أحسن حالا والحمد لله. اسمي حميد الغشاي، أنا من نواحي الخميسات. وهل تعرف من ألقى بك على جانب الطريق؟ صمت قليلا ثم قال، نعم. من؟ ظن أنني مت فقرر التخلص مني. من هو؟ بوسلهام العتال. من هو؟ شريكي، كنا نتاجر معا في الأغنام، ويوم اكتشفت أنه يقوم بسرقة أغنام في مناطق عديدة ويبيعها في الأسواق قررت أن أنفصل عنه. رفض إذ كنت هددته بفضحه. ادعى أنه يريد تسوية خلافنا. دعاني إلى حظيرته في أطراف بوفكران. أنا أعرف المكان، لم تكن المرة الأولى التي أزوره هناك. ذاك المساء ما أن دخلت حتى أطبق علي رجاله،
وقد عاينتم ما فعلوه. في بوفكران كان العتال معروفا، أغلب الناس يعرفون عنه أنه تاجر أغنام لا شيء آخر، قليلون هم الذين امتدحوه. أقيم حاجز للدرك في مدخل المدينة، وفي حدود السابعة من مساء 27 من مارس استوقفت شاحنة لنقل الأغنام. كان وراء مقودها رجل قوي البنية وذو صوت جهوري، في وثائقه أنه بوسلهام العتال. لم يكن هناك مجال للانتظار، قبض عليه، وبعد 3 أيام تم تقديمه للنيابة العامة. في اعترافاته ما يؤكد ما أبلغ به حميد الغشاش.